برج الحمل، إن شاء الله تكونوا بألف خير بألف صحة جيدة. شو مخبيلكن الشهر التاسع؟ أكيد أنتو حابين تشوفوا بعض التطورات والتغييرات، شو هو اللي ناطركم في خلال الحقب المرحلة أو الحقبة الجاية. سو برج الحمل على الصعيد العام، مع كل التطورات والتغييرات اللي مرقت معك في خلال الأشهر اللي مرت وخصوصا الشهر الثامن، أيضا شايفة إنه هيدا الشيء تقل على كاهلك كتير، تعبكن وخلى عندكم بعض الأمور اللي تشعركن بإنه ما في تقدم. أوكي، ما في تغيير، ما في تقدم، ما في وصول للهدف اللي أنتوا راسمينه أو الشيء اللي بتكون إياه. ممكن أيضا يكون طبعا هذا لكل الحملان، رجال، نساء، عزاب، مزوجين، طلقين، بغض النظر برج الشمس عم نحكي. أوكي، ممكن يكون البعض منكم حاسس كمان بأنه الأمور ما عم تتغير بالطريقة اللي هو بده إياها، أو بالتغييرات اللي حابب يحصل عليها، إن كان مال، إن كان أعمال، إن كان بالعاطفة، إن كان بالحياة الاجتماعية ككل. دخل الملل إلى حياتكم، والحمل من الأبراج النارية، لما بتدخلوا بطور الملل هذا الشيء ما بيساعدكم، بخلي عندكم نوع من التراجع الفكري، عدم الحماس، وهذه الأشياء اللي عم تحاولوا تفهموا ليش عم بتصير أسباب هاي الأشياء. بعض الظروف اللي عم تمروا فيها، تغييرات حاصلة مع الناس اللي معكم، تغييرات بمواقع الكواكب، بمواقع الخارطة تبعكم، تغييرات عم تمروا فيها بالنمو، بالتطور، بالتغيير، بتغيير الحال. لذلك لسه ما عم بيقدر يستوعب الحمل انه في تغييرات عم يمرق فيها، لانه صعب يترك زمام الامور ويمشي مع التيار. نصيحتي لكم هيدا الشهر التاسع تمشوا مع التيار، تحاولوا ما تمشوا ضد التيار، ما تغوصوا باعماق جديده. مش وقت التغيير، مش وقت البيع والشراء، مش وقت الانفستمنت، مش وقت الهجره. الان فتره اذا في شيء بدكم تعملوا حاولوا تجمعوا المعلومات، إذا في علاقة بدكم تدخلوا فيها فهموا هالإنسان أو هالإنسانة مين هن، راسهم كيف بيفكر. ماني عم شوف حظوظ عالية لإلكم في الحب والعاطفة بالأيام الجاية، بالعكس عم شوفكم أكثر متراجعين عاطفيا، مش عم توصلوا للشريك اللي عم يقدر يفهمكم 100%. وبعض الأمور ناتجة عن إنه الشركاء اللي عم تطلعوا معهم أو تختارون أو أنتوا معهم، في حال كنتوا عازبين أو عم تفتشوا على شريك أو بتكون تتزوجوا، هدول الشركاء هن عندهم مشاكلهم الخاصة، لذلك ما عم نشوف في هالتجاذب، في هالتفاهم بيناتكم. ما يكون الاختيار، الحمل أحيانا متسرع بالزواج، ما يكون الاختيار مبني على السرعة. اجاني حدا يلا بدي روح معه او بدي اتعرف عليه او بدي اوقع بحبه، لانه الحمل all about divide and conquer، يعني مثل بيفوت على المعركة فورا بده يقضي، ينجح ويستلم الحكم. هيك فكر الحمل بيمشي بالعلاقات الانسانية، العلاقات الاجتماعية، العمل تبعكم، هيدا الاسلوب ما بيمشي. وانتو هلأ صلكم فترة على هذا الحال، فالرجاء الانتباه. على نهاية الأسابيع الأخيرة من الشهر عندكم احتفال، عندكم خبر جيد، عندكم تغيير ببعض الأمور، لكن في بدايات الشهر عم نشوف بعض الغموض على بعض الأشياء اللي بتكون ياها، وبعض الأمور اللي مش عم بتحسوا انها رح تمشي زي ما انتو بدكم، بس الانفراجات قادمة. ما تزعلوا، ما تحزنوا، خذوا الأمور مثل ما قلت لكم برواق. مال قادم لكم، في كاش، في مصاري بتجي، في استمرارية. بعض الناس بجوز يجوا انتو تستثمروا معهم او هني يستثمروا معكم، لا تعملوا اي شيء جديد هالفترة بالاستثمارات والمشاريع، لانه مش كتير محبز لكم بالفترة الحالية.
اللي بلش منكن عمل جديد او دخل عمل جديد او بلش مشروع جديد او اشترى شيء، ممكن كتير يجيكن بيع لإله او تغيير او ارتقاء بالعمل، بمعنى يعطوكن مركز اعلى او مركز افضل. لكن البعض منكم ممكن ما يكون كتير مبسوط بهذا الترقي أو هذا الارتفاع، لأنه جايز في زيادة بالمسؤوليات، تغيير بالمسؤوليات، فممكن ما كتير تكونوا سعداء. انتبهوا لهذه النقطة إذا بتكون إياها أو ما بتكون إياها قبل ما تقبلوا وتقولوا نعم. فئة منكم عم تطلع إلى السفر، سفر موجود عندكم بالشهر التاسع، تغيير موجود عندكم. الأشخاص اللي بعلاقة ثابتة أو متزوجين أو عندهم حبيب وحبيب أو حبيبتهم من الأبراج الترابية أو عقلهم صعب، عم نشوف عندهم خلافات أكثر في خلال هذا الشهر. من الناحية العامة أو الصحية، الحمل بهذا الشهر وعد أوجاع بالرأس، لكن بتروح منا شيء مؤذي او شيء مضر. علاقاته مع الشخصيات الذكورية اكثر، رح توسعوا الكثير من العلاقات، ناس رح تعرف عليكم، ناس رح تجي تسأل مين انتو، رح يكون في قبول عليكم. البعض منكم رح يحاول يرتبط بشخصية جديدة او شخصيات او حب جديد على الاغلب، والبعض الاخر رح يحاول يتزوج. اضبط لكم الاشخاص النارية بهالفترة. اما من ناحية الدراسة عند الحمل، فعم نشوف الحمل اكتر هيدا الشهر احسن من الشهر اللي قبله، ممكن تركزوا شوي بصير عندكم الامور افضل. الوانكم بالنسبة لهيدا الشهر يا حمل، الاصفر، الاورانج، الذهبي، البرتقالي، الاحمر، مشتقات الاحمر. اما ارقامكم فهي 4 6 9 8 13 و22. حمل بليز اعملوا اشتراك، شير ولايك. اذا حبيتوا تعرفوا اكثر لاقولي على موقعي www.mjtarot.com. شكرا كثير لكم، اصبحوا على الف خير.